هذا الإشكال اللي واقع للتجار المهنيين وحتى الساكنة في مدينة ديال القنيطرة اللي تتعلق بالقرار ديال الإغلاق على الساعة 6 ابتداء من اليوم. يعني احنا كمهنيين كانوا عندنا مجموعة ديال اللقاءات وتنسيقيا بعد ما سوا في الواتساب سوا اليوم كانوا 3 ديال الاجتماعات، اللي اجتماع مع التجار والمهنيين واجتماع مع الغرفة واجتماع مع السيد الباشا بشكور اللي فتح لنا الباب ديالو من أجل الاستماع للمشاكل والإكراهات اللي تنعانيو منها في ظل هذا القرار هذا. بالنسبة للموقف ديالنا احنا من 6، حنا أولا باش ما تكونش مغالطة، حنا مع جميع القرارات اللي تتخذ السلطة اللي تتخدم، وعندنا اليقين أنها تتخدم الصالح العام، لكن يجب أن تراعي الظروف لا النفسية لا المادية سواء ديال الساكنة أو ديال التجار والمهنيين. كيف تعرف الجميع أن التجارة يعني الرواج التجاري تبدأ من الساعة 6 الفوق، يعني لا يعقل يعني نفضلوا حنا نغلقوا مرة واحدة، يعني نغلقوا واحد المدة إذا كان هذا الفيروس، إذا كان الإغلاق ديالنا غيكون عنده نتيجة في الحد من هذا الفيروس هذا، مادام أن دائما القرارات تكون عندها علاقة بالعدد ديال الفيروسات أو بالحالة الوبائية في مدينة قنيطرة وبالتوقيت، يعني باش ما ارتفع العدد باش ما هبط الوقت. لذلك لما لا أننا نغلقوا واحد 10 أيام أفضل لنا من أننا نحلوا ساعة المكانة ولا جوج السوايع، لأنني تنقول أنا بأن العمل أغلبية تبدا العمل تبدا 6 الفوق بشكل عام بالنسبة للتجارة، ما تنخصش قطاع بعينه. بالنسبة لنا حنا المخابز إلى سدينا عندنا الخسارة ديال 50%، إلى حلينا عندنا الخسارة ديال 100%، لأننا نعاني من مجموعة ديال الإكراهات منها العمال، لأن من تتسد مع 6 يعني النص ديال الخدمة تتمشي، والعمال ما يمكنش انك تسمح فيهم، وخصوصا ان في هذه الظروف هذه الضمان الاجتماعي يعني هز يدو على العمال كيف كما وردنا، يعني ما بقاش لحد الساعه ما عندناش يعني بانه غيكون واحد الدعم. لهذا كنت نشوف بان الا كان كما قلنا هذا الاغلاق ديالنا احنا واحد المده ديال اسبوع ولا كذا على حسب الحالة الوبائية غادي يخف، احنا مستعدين اننا نضحيو واننا نأديو جميع الواجبات العمال وكذلك المستحقات ديالنا، نضحيو من اجل يعني المصلحة العامة. لكن يبقى اغلاق مع 6 وحنا محسوب علينا على اساس احنا حالين وحنا خدامين يعني شوية قاسحة. احنا كما قلت لك اليوم كان لقاء مع تقريبا اكثر من 20 جمعيه مهنيه وتجاريه، وكان عندنا لقاء مع السيد الباشا من الملتمس اللي تقدمنا به عن طريق الغرفه ديال التجاره والصناعه هو انه يرجع الوقت العادي الاعتيادي اللي كان ديجا. ثاني حاجه اننا نكون ممثلين كتجار ومهنيين داخل اللجنه ديال اليقظه لكي لا يتكرر مثل هذه القرارات اللي نعطيو بعدا فيها احنا الراي ديالنا، ونعلموا المنتسبين للهيئات التجاريه والمهنيه. هذا هو اللي كاين. المهم الخلاصه نتمنى اليوم حنا القرار اللي خرجنا به هو اننا دعينا جميع المنتسبين ديالنا اننا نلتزموا اليوم بالقرار ديال الاغلاق على 6 الى حين الرد على الملتمس اللي تقدمنا به بشكل استعجالي عبر الغرفه للسيد العامل مشكور. وغدا كذلك ان شاء الله عندنا واحد اللقاء مع الجوج اللي غادي نشوفوا النتائج ديال الملتمس وشنو ممكن انه يدار. هذا هو اللي كاين. نتمنى التوفيق في الحقيقه للجنه اليقظه اللي تتراس السيد العامل اتخاذ قرارات اللي تتناسب الجميع. وكاين كان كذلك ثاني واحد التساؤل ديال مجموعه ديال المهنيين، علاش واش الشركات، هذا السؤال، واش الشركات ديال الكابلاج وديال لوزون فرونش واش حتى هما معنيين بالقرار ديال الاغلاق مع 6 او لا؟ يعني المهم كاينه مجموعه ديال التساؤلات عند الجمعيات التجاريه والمهنيه. ثم كان واحد الاشاعه خرجت وهذه بغيت نشير لها، اشاعه خرجت باننا نحن تنطالبوا بتسعود، يعني تنظن بانه بحال 9 بحال 6 بحال 8، يعني صعيب خصوصا القطاع ديال لي ريستورون والقطاع ديال المقاهي اللي تيخدموا غير في الليل. حنا طلبنا انه يرجع الوقت الاعتيادي لحد الساعه. هذا هو اللي كان يعني ان هذاك القرار او لا هذاك الاخبار اللي تيدور على اساس 9، يعني الا كان شي واحد اخر تقدم به من غير هذوك الهيئات اللي اكثر من 20 هيئه اللي معروفه على الصعيد ديال مدينه قنيطره. هذا هو اللي كاين، وتحياتي ليك وشكرا.